كار المحليات على سائل المملوكة لأصحاب سمو الشيوخ والتي تنطلق خلال هذا المسار. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول، حيث نتابع مقدمة هذا الشوط ونسير دائما بحضراتكم بالصدارة وبالمركز الأول خلال هذا الانطلاق الرائع والمميز والتحدي المثير هناك مع صدارة هذا الشوط. وفي المركز الأول تأتي مذيار على المركز الأول المملوكة لحقن الرياسة على مقدمة هذا الشوط اللي يضمر مذيار السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، لدى تواجد أيضا مشاهدين الأعزاء حشمة من تحتل المركز الثاني المملوكة لحقن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتولى عملية التضمير والتدريب. ثالثا تأتي هناك وجدان على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير متابعا بالعناية والتضمير لدى انطلاقة وجدان على المركز الثالث. رابعا تاتي هناك الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين يتولى عملية التضمير والتدريب. بينما ننتقل الى المركز الخامس، لفتة تاتي خامسا في هذه المراكز المتقدمة المملوكة لحقن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير والتدريب. سادسا تاتي هناك معيضه على المركز السادس في هذا الانطلاق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي من يتولى عملية التضمير والتدريب. والمركز السابع هنا تاتي ايضا مشاهدينا الاعزاء هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد الخطير ياتي منطلقا ايضا لدى تواجد هملوله على المركز السابع ولكن جباره اتت ايضا لتغير في هذه اللحظات على المركز السابع المملوكه لحقن الرياسه راشد بن محمد بن سم المنصوري. ثامنا تاتي الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يتولى التغمير والعنايه. تدخلات ايضا هنا من طرايف على المركز السابع في هذه اللحظات تبادل هذه المراكز طرايف خذت المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان احمد بن خلبان بالسائق المزروعي احد شبابنا المضمرين الذي يتابع طرايف على المركز الثامن. بينما تاسعا تاتي الطياره من حقن الرياسه وعيسى بن احمد بن مايد الخيالي يتولى التضمير والعنايه. هناك هملوله على المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب واحمد بن سلطان بن رشيد يتولى العنايه والتضمير لدى انطلاقه هذه الاسماء القويه المنطلقه ايضا في ارضيه هذا الميدان والمتنافسه بشعارات اصحاب سمو الشيوخ مع خبراء التضمير الذين يقدمون هذه النوعيات الجميله واظهار هذه الاسماء العملاقه التي تنطلق منذ بدايه الشوط وحتى نهايته بالتنافس وتبادل هذه المراكز لياتي هناك الناموس مع خط النهايه العوده الى المقدمه العوده الى الصداره العوده الى المركز الاول. هنا من تاتي على صداره هذا الشوط من تنطلق بالمركز الاول. الله غيرت وجدان انطلقت مع الصدارة وجدان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يتولى التضمير والعناية لدى انطلاقة وجدان. مذيار من الجانب الاخر تأتي مع المركز الثاني بشعار حقن الرياسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي المميز الذي لقب ايضا بعلامات التميز في جميع ايضا مجالات التضمير. هنا المركز الثالث تأتي لفتة على المركز الثالث لهجن العاصفة والواثق من خبراته حمد بن راشد بن غدير من يقدم لفتة في هذا الانطلاق اللي غيرت الى مقدمة هذا الشوط. حشمة تاتي على المركز الرابع المملوكة لهجن الرياسة وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي يتولى العناية والتضمير لدى انطلاقة حشمة مع المركز الرابع. خامسا هنا انطلاقة ايضا جبارة على المركز الخامس المملوكة لهجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري المستحيل لياتي بانطلاقة جبارة مع المركز الخامس خلال هذه اللحظات وخلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل. ننتقل الى المركز السادس في
هذا الانطلاق المميز وفي هذا التحدي الرائع والجميل. هنا وصلت الطيارة، تدخلت الطيارة، انطلقت الطيارة مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع سادس المراكز. وخلال هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي البارح الذي يأتي بانطلاقة الطيارة على المركز السادس خلال هذه اللحظات وخلال هذا التحدي الجميل. ما شاء الله تبارك الله، منافسة قوية، تحدي شريف في أرضية هذا الميدان من خلال انطلاقة هذه الأسماء. 1200 خلاص وصلنا إلى لوحة التحذير والتنبيه لجميع المضمرين بالمسافة المتبقية على نهاية هذا الشوط ونهاية هذا المسار بالانطلاق هناك مع المقدمة. مديار 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 من تاتي على صدارة هذا الشوط، مديار من تاتي مع المركز الأول المملوكة لهجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي تحركات لفتة هنا مع المركز الثاني، لفتة لهجن العاصمة حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، تاتي وجدان بالمركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير. ومن الجانب الآخر هناك انطلاقة جبارة بشعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري الكوكب الرباعية، الانطلاق من النجوم الأربعة التي بدأت تسطع مع مقدمة هذا الشوط بانطلاقة مديار بتواجد مديار وتحركات لفتة هنا وانطلاقة وجدان. الله يا سلام يا سلام يا سلام، المقدمة والصدارة جولة الأوامر النهائية هنا مع ال 500 متر الأخيرة بانطلاقة مديار وتحديات مديار على المركز الأول بشعار هجن الرئاسة، شعار الخطر، شعار الفوز والانتصار هنا مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول والمميز المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي من يقدم أيضا مديار خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. لفتح المركز الثاني لهجن العاصمة حمد بن راشد بن غدير، ولكن خلاص 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 مديار 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 ان الرئاسة الحمر الخطر ياتي ليسجل ايضا هذا الناموس بانطلاقة مديار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس للمميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي، ثانيا لفتة لهجن العاصمة، وثالثا كان من نصيب وجدان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما المركز الرابع لهجن الرئاسة اللي جبارة، وخامسا مشاهدينا الاعزاء الطيارة لهجن الرئاسة. ما شاء الله تحدي مثير، انطلاق رائع وجميل حتى الامتار الاخيرة كما نتابع بهذه الرياضة العربية الاصيلة، التحدي والادارة وتبادل هذه المراكز، ولكن استطاعت مديار ان تحقق ناموس هذا الشوط بالانطلاق المميز في اللحظات الاخيرة لتهدي ناموس هذا الشوط لهجن الرئاسة. والى المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي باداء رائع وجميل وبالانطلاق مع اللحظات الاخيرة والانفراد لتصل الى خط النهاية وتسجل هذا التوقيت الزمني مقداره 9 دقائق مشاهدينا الاعزاء و5 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المركز الثاني كان من نصيب لفتة لهجن العاصفة، توقيت الزمني 9 دقائق 6 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس ايضا لمضمر لفتة سيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، بينما ثالثا ومن حلت في المركز الثالث كان من نصيب وجدان، توقيت الزمني 9 دقائق 8 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس لسيد علي بن راشد بن غدير، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالعشر المراكز المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عشاق هذه الرياضة، نتواصل من عاصمة الميادين، نتواصل هناك ايضا من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نتواصل مع هذه الشعارات، شعارات اصحاب السمو الشيوخ مع هذا